بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة علوم إدارية محاسبة وتجارة خارجية، النهاردة إن شاء الله آخر محاضرة في مقرر بحوث العمليات في الإدارة، ويتم فيها استعراض سريع للأجزاء واللي تم شرحها خلال الفصل الدراسي. إحنا في أول فصل اتكلمنا في بحوث العمليات ونشأتها وأهمية بحوث العمليات، وقلنا إزاي نشأت بحوث العمليات واستخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وإزاي تطور استخدام بحوث العمليات بعد كده في مجالات الإدارة والاقتصاد والمجالات العسكرية والسياسية إلى آخره. فكان موضوع الفصل الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه على مفهوم وأهمية بحوث العمليات، وتناولنا فيه بعض النقاط النظرية. يعني في صفحة مثلا 3 اتكلمنا على نشأة وتطور بحوث العمليات وكيف نشأت زي ما احنا قلنا، واستخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وفي العمليات العسكرية. بعد كده اتكلمنا على مفهوم وأهمية بحوث العمليات والتعريف بتاعها وأهمية بحوث العمليات نفسها، وخدنا أو ركزنا على تعريف جمعية البحوث الأمريكية لبحوث العمليات، وقلنا إن هي استخدام الطريقة العلمية للبحث في العمليات المختلفة سواء إنتاجية أو اقتصادية أو إدارية أو عسكرية بهدف إيجاد الحلول المثلى للمشكلات اللي بتواجه العمليات. وقلنا إن وفق التعريف ده إن عملية حل المشكلات مش عملية سهلة أو بسيطة، لازم لها ترتيب معين واختيار بين البدائل، وإن العمليات الجارية في النظم الحديثة بتتصف غالبا بالتعقيد. وبعد كده تناولنا في الفصل ده أهمية بحوث العمليات، قلنا إن هي بتساهم في تقريب المشكلة الإدارية إلى الواقع، بتخليها واقعية أكتر، وبتصيغ نماذج رياضية بتعكس مكونات المشكلة، وبنعرض النموذج في مجموعة من العلاقات الرياضية. يبقى إذن بحوث العمليات بتطرح لنا بدائل لحل مشكلة معينة لاتخاذ قرار مناسب بشأن هذه المشكلة، وبتصيغ الأهداف والنتائج ومدى تأثر الأهداف بالعوامل والمتغيرات. برضو في الجزء النظري ده اتكلمنا على العوامل اللي ساهمت أو ساعدت في انتشار بحوث العمليات، يعني ايه العوامل او الاسباب اللي خلت بحوث العمليات تنتشر بهذه الصوره. قلنا تعقد المشاكل اللي بتواجهها الاداره، يعني تعقد المشاكل الاداريه وزياده حده المنافسه بين المنتجين، وتطور صناعه الكمبيوتر او الحاسب الالي وانتشار استخدامه، واستخدام كمان شبكه المعلومات الدوليه اللي هي شبكه الانترنت. في الفصل الاولاني النظري كمان اتكلمنا في صفحة 14 على مجالات تطبيق بحوث العمليات، يعني بتطبق زي ما احنا قلنا بحوث العمليات في مجالات كتيرة، في الصناعة والتجارة والنقل والمواصلات والتسويق والمجال العسكري، كل ده موضح في صفحة 14. كمان تناولنا في بعد كده في الفصل الثاني اللي هو شبكات الأعمال، اللي هو اسلوب تحليل الشبكة في المشروعات. والفصل الثاني ده قلنا ان هو بيتكون من جزئين، جزء عملي، يعني في جزء عملي اللي هو خاص برسم الشبكه، ازاي ارسم شبكه الاعمال، ازاي احدد الوقت المبكر والمتاخر لكل حدث، ازاي اوصل للمسار او احدد المسار الحرج اللي هو اطول مسار في الشبكه. وبعدين خدنا بقى جزء نظري. انا هتكلم او هعمل مراجعه سريعه كده على الجزء العملي. احنا قلنا في لما في قواعد معينه لما اجي ارسم شبكه الاعمال، اولا لازم التتابع او التسلسل الزمني للاحداث. كمان لما اجي احسب الوقت المبكر قلنا ببدا من اول الشبكه، واول حدث بيبقى الوقت بتاعه صفر، وبعد كده بنمشي في اتجاه الشبكه واحنا ماشيين بنجمع. لو تقابلوا سهمين داخلين حدث واحد او دايره واحده بناخد الرقم الكبير. بالنسبة للوقت المتأخر اللي هو بيبقى على شكل مثلث، قلنا بنبدأ من آخر الشبكة، ودايما الوقت المتأخر بيساوي الوقت المبكر في نهاية الشبكة، وبعد كده نرجع واحنا راجعين بنطرح لو قابلنا سهمين داخلين دائرة واحدة بناخد الرقم الأقل لغاية ما نوصل لبداية الشبكة،
وغالبا شبكة الأعمال بتبدأ بصفر وصفر وتنتهي بنفس الرقمين ده، سواء للوقت المبكر أو المتأخر. طيب قلنا إزاي بعد كده بنحدد المسار الحرج. قلنا أنت عشان توصل من أول الشبكة لآخرها بيبقى عندك كذا مسار، مثلا 3 مسارات 4 مسارات. طب تعرف إزاي المسار الحرج؟ إحنا قلنا إن المسار الحرج هو أطول مسار على الشبكة. طب أعرفه إزاي؟ بمجرد النظر. قلنا يتميز المسار الحرج بتساوي الأوقات المبكرة والمتأخرة للأحداث أو الأنشطة الواقعة عليه. يعني مجرد ما تبص على المسار ده تلاقي الوقت المبكر اللي هو في المربع وفي المثلث اللي هو المتأخر تلاقيهم متساويين 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 على كل المسار، يبقى هذا المسار هو المسار الحرج. طيب ما خدتش بالك من النقطة دي، يبقى بتحسب طول المسارات اللي موجودة عندك، أطول مسار فيهم يبقى هو المسار الحرج اللي هو ما ينفعش يتأخر عنه تنفيذ المشروع، وإلا هنتوقع أو هنتعرض لجزاءات أو غرامات. بالنسبة للجزء النظري في الفصل الثاني، ده كان الجزء العملي. في الجزء النظري خدنا تعريف مصطلح شبكات الأعمال، يعني إيه شبكة الأعمال؟ اللي هي مجموعة من الأساليب اللي طورت لتقدم الإدارة أداة مساعدة في عملية التخطيط والرقابة، اللي هو صفحة 38 5-6 سطور دول الخاصين بتعريف شبكات الأعمال. بعد كده برضو كان في جزء نظري، كان في بعض التعريفات في صفحة 43 خاصة بشبكة الأعمال. برضو إيه تعريف شبكة الأعمال؟ قلنا هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأحداث المرتبة بشكل منطقي وفقا لتسلسل التنفيذ أو تتابع التنفيذ. بعد كده خدنا النشاط، وقلنا النشاط هو أداء عمل معين، والنشاط بيبقى ليه وقت وتكلفة، يعني يستنفذ موارد، خلاف الحدث. الحدث هو نقطة البداية أو النهاية لنشاط معين، والحدث ليس له زمن أو تكلفة، يعني لا يستنفذ موارد. بعد كده اتكلمنا عن النشاط الحرج، قلنا هو النشاط اللي بيؤدي التأخر في الإتمام بتاعه إلى تأخر إنجاز المشروع. وخدنا تعريف المسار الحرج، قلنا هو المسار اللي بيمثل الأنشطة الحرجة وأطول مسار لإتمام المشروع. بعد كده في صفحة 45 اتكلمنا على أهداف استخدام أساليب شبكات الأعمال. أنا ليه بستخدم؟ إيه الهدف من أنا استخدم أساليب شبكات الأعمال؟ قلنا ان مديروا المشاريع او بيهدفوا من استخدام اساليب شبكات الاعمال للاجابه او على التساؤلات، ما هو الوقت اللازم لانجاز المشروع باكمله، ما هي مواعيد بدايه ونهايه كل نشاط، ما هي الانشطه الحرجه، ما هو الحد الاقصى اللي يمكننا تاخير بعض الانشطه غير الحرجه. يعني مجموعه من الاسئله بيهدف مديروا المشاريع او مديروا العمليات للاجابه عليها من خلال استخدام اساليب شبكات الاعمال. ووضحنا مزايا تحليل الشبكة دي بشكل أكثر تفصيلا في صفحة 46 و47. قلنا أن المزايا أنها بتوفر إمكانات إعداد المشروع من وضع خطط دقيقة بتناسب استيعاب مختلف المراحل، والتعرف على الترتيب المنطقي اللي بيتم من خلاله تنفيذ كافة الأنشطة، والتعرف على العلاقات المتبادلة بين الوظائف أو الأنشطة، وتوجيه المسؤولين عن التنفيذ للأنشطة والفعاليات الرئيسية والحرجة. برضو في صفحة 47 اتكلمنا على مجالات استخدام شبكات الأعمال. قلنا شبكات الأعمال بتستخدم في مجالات كتيرة، في إنشاء المباني، في إدخال منتج جديد للسوق، في إدخال نظم المعلومات، في تخطيط بناء السفن والطائرات وناقلات البترول. لها مجالات كتيرة، وعمليات تصنيع وإنشاء محطات الكهرباء ونظم الدفاع عن الجيش وبرامج إنتاج الأسلحة وتخطيط برامج الصيانة وجدولتها. لها استخدامات كتيرة جدا في الحياة العملية. ده كان الجزء النظري في شبكات الأعمال، وأنا وضحت الجزء العملي، ده ما يخص الفصل الثاني. بعد كده اتكلمنا في الفصل الثالث على نموذج النقل والتوزيع، وقلنا أن فكرة نموذج النقل والتوزيع أن أنا بيبقى عندي مصانع أو جهات عارضة لكميات، جهات بتنتج كميات محددة من السلع وبتتوزع في مناطق جغرافية مختلفة، وعندي أسواق أو جهات بتعرض هذا الانتاج برضو بتتوزع في مناطق جغرافية مختلفة، وعندي تكلفة النقل من كل مصنع لكل سوق او لكل معرض. وهدفنا ان احنا نوجد هيكلية او جدول او طريقة او توزيع مبدئي للنقل ده. فقلنا ان احنا عندنا كذا طريقة،
طريقة الركن الشمالي الغربي، طريقة قلة تكلفة، في طرق كتيرة جدا، لكن احنا شرحنا فقط طريقة فوجل التقريبية. يبقى إذن طريقة فوجل اللي هي طريقة الفروق هي المقررة علينا. قلنا في طريقة فوجل التقريبية إن هي بتعتمد على خطوتين رئيسيتين. الخطوة الأولى إن أنا بوجد الفرق بين قلة تكلفتين في كل صف أو كل عمود. دي الخطوة رقم واحد، إيجاد الفرق بين أقل تكلفتين في كل صف أو كل عمود. الخطوة الثانية إن أنا بختار الصف أو العمود صاحب الفرق الأكبر، وبيتم ملء الخلية الأقل تكلفة فيه عن طريق إن أنا بقارن المجموع الأفقي لهذه الخلية بالمجموع الرأسي وضع الأقل، وتكرر هذه الخطوات لحد ما بننتهي من توزيع. بتأكد إزاي إن الحل بتاعي صحيح؟ قلنا اولا لازم يبقى في توازن، يعني لما توزع تجمع افقي او راسي تلاقي في توازن في المجاميع سواء على المستوى الافقي او الراسي. الشرط الثاني ان لازم عدد الخلايا اللي انت مليتها اللي هي الممتلئه يساوي عدد المصانع زائد عدد الاسواق ناقص واحد. يعني مثلا لو عندي 3 مصانع وعندي 3 اسواق، يبقى 3 زائد 3 ناقص واحد يساوي 5، يبقى انا لازم اكون مليت 5 خلايا. بعد كده بجيب تكلفه النقل ازاي؟ بضرب كل كمية مليتها أو كل خلية حطيت فيها كمية بضربها في التكلفة بتاعت هذه الخلية. يعني مثلا حطيت 5000 فوقها في المربع الصغير 10، يبقى 5000 في 10 زائد 4000 في 12 إلى آخره، وبوصل في الآخر للتكلفة الإجمالية للنقل باستخدام طريقة فوجل التقريبية اللي هي طريقة الفروق. وكنا برضو تناولنا في الفصل ده، كان في المثال واحد صفحة 76 حلناه، وقلنا إن الحل بتاعه بيبدأ من صفحة 84 حتى 91، بس احنا قلنا الافضل ان انت تحل في جدول واحد، يعني تجيب فروق فيه واحد وفيه اثنين وفيه ثلاثة مثلا لو فيها اربعة، ونفس الكلام بالنسبة للصفوف والاعمدة. ده اسهل واسرع ان انت تحل في جدول واحد بدل ما تحل على عدة جداول. بعد كده اتكلمنا في الفصل اللي بعده اللي هو الفصل الخاص بالتقسيص اللي هو الفصل الرابع، نموذج التقسيص او التعيين. وقلنا برضو في نموذج التقسيص او التعيين ان احنا برضو عندنا جزء نظري وجزء عملي. هتكلم الاول على الجزء العملي وبعد كده نشوف الجزء النظري اللي اتكلمنا فيه. قلنا فكرة نموذج التقسيص ان انا بيبقى عندي مثلا مجموعة من الاوامر الانتاجية، ازاي اخصص الاوامر دي على الالات، يعني مثلا بحيث ان انا اوصل في الاخر ان الاله مثلا واحد تنفذ الامر رقم 3، الاله 2 مثلا تنفذ الامر رقم 4، او مثلا عندي مجموعه من العاملين عايزهم يؤدوا مهام عمل معينه، ازاي انا اخصص العمال دول لاداء مهام عمل محدده. فقلنا والله احنا بنمشي مجموعه من الخطوات. الخطوه الاولى ان انا بطرح اقل، ده اول جدول بعمله، ان انا بطرح اقل قيمه في كل عمود من باقي قيم العمود. دي الخطوه رقم 1. طيب انا لما عملت كده طلع لي جدول، يعني لما طرحت انا بديك الجدول في التمرين اللي هو المساله، فانت بتاخد الجدول ده تروح عامل اول جدول طرح اقل قيمه في كل عمود من باقي قيم العمود. طيب لما طلع لك الجدول ده، بقى الجدول ده بتشتغل عليه بقى الخطوه اللي بعدها اللي هي الخطوه رقم 2، بتطرح اقل قيمه في كل صف من باقي قيم الصف. ده بناء على الجدول اللي انت عملته، بتطرح اقل قيمه في كل صف من باقي قيم الصف. بعد كده بقى بتيجي الخطوة الثلاثة اللي هي المهمة اللي هي اختبار الأعمدة والصفوف. بتبدأ باختبار الأعمدة ازاي؟ بتبدأ تبص العمود مثلا عمود عمود، العمود اللي فيه صفر واحد بنخصصه، يعني بنضع الصفر بين قوسين ونشطب الأصفار اللي في الصف بتاعه. طب العمود اللي فيه أكتر من صفر بنتركه. نفس الكلام بالنسبة للصفوف، بعد ما خلصت الأعمدة بتبدأ تمشي على الصفوف. الصف اللي فيه صفر واحد نخصصه، يعني نحطه بين قوسين ونشطب الاصفار اللي في عموده. في الاخر خالص بنوصل لعمليه التخصيص، بتشوف موقع الاصفار اللي بين قوسين دي في التمرين فين، وتجمع التكلفه بتاعتها، بتوصل في الاخر لتكلفه التخصيص. خدنا امثله عمليه في الموضوع ده كتير، يعني مثلا من ضمن الامثله اللي خدناها كان المثال رقم 3 اللي هو صفحه 116، وده حلناه مع بعض في المحاضره. وكان برضو في المثال صفحة 126 اللي هو المثال 6، بالإضافة لمثال أو 2 أنا كنت حليتهم إضافي على الأمثلة دي.
نيجي بقى للجزء النظري الخاص بنموذج التخصيص أو التعيين. في صفحة 109 اتكلمنا على مفهوم نموذج التخصيص أو التعيين، قلنا هو وسيلة رياضية بتخدم متخذ القرار بتوجد له بدائل للتخصيصات بما يؤدي لتعظيم العوائد أو تخفيض التكاليف لأدنى حد ممكن. بعد كده في صفحة 110 قلنا ايه هي المجالات اللي بيطبق فيها نموذج أو نظام التخصيص. قلنا عندنا مجالات كتير، قلنا انت ممكن تاخد 3 نقط او 4 نقط منهم، يعني مثلا التخصيص بيطبق في تخصيص العاملين على آلات معينة، تخصيص الموظفين لإنجاز مهام وظيفية معينة، تخصيص عدد من المديرين على عدد معين من المناصب الإدارية، تخصيص عدد من الآلات لإنتاج سلع معينة، كذا مجال ممكن انت تاخد منهم 3 نقط او 4 نقط. طيب قلنا كمان في شروط عشان اطبق نموذج التخصيص، هي شروط كتير، يعني مثلا تقريبا 6 شروط احنا قلنا ممكن تكتفي انت ب4. اولا لازم يوجد عدد متساوي من التسهيلات او الوسائل، يعني مثلا عندي 4 اوامر، عندي 4 الات، عندي مثلا 3 عمال، عندي 3 مهام، يعني لازم يبقى في تساوي او توازن. النقطة الثانية، ما ينفعش الشخص او الوسيلة تقوم باكتر من عمل او مهمة في نفس الوقت. الشرط الثالث ان انا لازم احدد اداء اللي هي تكلفة اداء كل عمل او مهمة، وزي ما احنا قلنا يتساوي عدد الصفوف مع عدد الاعمدة، وشرط عدم السلبية طبعا لان ما فيش انتاج بيتم بالسلب. كمان وبرضو وضحنا برضو من ضمن المسائل العملية، كنا برضو خدنا المثال 2 صفحة 113. ده كده محتويات المنهج بصورة كبيرة. يعني احنا دلوقتي المنهج بتاعنا لو احنا حبينا نبلور اهم النقاط، احنا قلنا دلوقتي عندنا اجزاء نظرية، يعني الفصل الاولاني جزء نظري، خلاص ده الفصل الاولاني نظري مفيش مشكلة. بعد كده الثلاث فصول اللي هم فيهم اجزاء عملية فيهم اجزاء نظرية، مع ده جزء النقل، يعني الفصل الاولاني نظري وفي نظري في الفصل الثاني اللي هو بتاع تحليل شبكات الاعمال، وفي نظري في الفصل الرابع اللي هو نموذج التخصيص او التعيين. يبقى اذا النظري الفصل الاول موجود فيه نظري زي ما احنا حددنا، والفصل الثاني والفصل الرابع. بالنسبة للعملي قلنا كده عندنا 3 موضوعات عملية. الموضوع الاولاني اللي هو تحليل شبكات الاعمال، ازاي اجيب لك تمرين تقدر ترسم الشبكة، ولازم زي ما احنا قلنا تراعي التتابع المنطقي والتسلسل المنطقي في رسم الشبكة، وازاي تقدر تحدد الوقت المبكر والمتأخر وتحدد المسار الحرج، اللي هو زي ما احنا قلنا انت ممكن تعرف المسار الحرج بمجرد النظر، يعني لما تشوف الوقت المبكر والمتأخر متساويين على مسار معين يبقى ده المسار الحرج اللي بيتميز بتساوي الأوقات المبكرة والمتأخرة للأنشطة أو الأحداث الواقعة عليه. فده الموضوع الأولين اللي هو الشبكات، ان احنا نجيب لك تمرين تحدد أو ترسم الشبكة، وبعدين تحدد الوقت المبكر والمتأخر لكل حدث، وبعد كده ايه تحدد المسار الحرج. الموضوع العملي الثاني اللي احنا قلنا اللي هو نموذج النقل والتوزيع، ازاي نجيب لك مشكلة نقل وتعمل جدول التوزيع المبدئي باستخدام طريقة فوجل التقريبية اللي هي طريقة الفروق، وتوصل لتكلفة النقل من خلال الحل المبدئي ده. والموضوع الثالث اللي هو نموذج التخصيص او التعيين، ازاي انا اجيب لك تمرين مثلا عايزين نخصص مجموعة من الاوامر الانتاجية على عدد من الالات، او مجموعة من المهام على عدد من العاملين، وفي الاخر خالص توصل لاجراء التخصيص وتوصل لتكلفة هذا التخصيص كام. يبقى تاني كده، يبقى احنا الاجزاء النظرية عندنا في الفصل الاولاني ده نظري بحت، في اجزاء نظرية، في اجزاء نظرية تاني حددناها في الفصل الثاني والفصل الرابع، في 3 موضوعات عملية، اول موضوع شبكات الاعمال، تاني موضوع النقل والتوزيع باستخدام طريقة فوجل التقريبية فقط، يعني طريقة فوجل التقريبية هي المقررة علينا مش اي طريقة تانية، والموضوع الثالث نموذج التخصيص او التعيين. كده احنا عملنا استعراض سريع لمحتويات المنهج، وتمنياتي ليكم بالنجاح والتوفيق، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.